سبسكرايب في التشانل واعمل لايك للفيديو علشان تساعدنا نستمر في دعم انديتنا الجماهيريه عصب الكوره في مصر. مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصلحي بيصرف للاعبين مكافأة التعادل الأخيرة مع نادي الزمالك في الجولة الماضية الجولة 13، المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، مكافأة التعادل 5000 جنيه زائد 5000 جنيه أخرى مكافأة إجادة للاعبين. رسالة قوية جدا من رئيس نادي الاتحاد السكندري إن هو مع اللاعبين لو أثبتوا نفسهم في أرض الملعب وكانوا جادرين بارتداء تيشيرت نادي الاتحاد السكندري. الاتحاد عمل مباراة جيدة جدا قصاد نادي الزمالك في الجولة الماضية واستطاع لاعبه مورو ساليفو لاعب خط الوسط إن هو يحصل على جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري بيسعى باذن الله في مباراه البنك الاهلي القادمه في الدوري المصري لعوده الانتصارات من جديد لنادي الاتحاد السكندري. الاتحاد هيعود ليه في هذه المباراه نجم خط دفاعه محمود علاء اللي غاب عن الثلاث مباريات الماضيه. محمود علاء غاب عن مباراه نادي انبي والمصري واخيرا مباراه نادي الزمالك. محمود علاء عمل اشعه على الاصابه وتاكد الجهاز الطبي من سلامته وامر مشاركته في مباراة البنك الاهلي القادمة هي من اختصاص المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش. الاتحاد السكندري عنده 19 نقطة، الفوز على البنك الاهلي مهم جدا لرفع ترتيب الفريق في جدول الدوري المصري. الاتحاد في ال 13 جولة الماضية فاز في 6 جولات وهزم في 6 جولات وتعادل في جولة واحدة فقط لغير، كان تعادل وحيد في الجولة الماضية امام نادي الزمالك. غدا الخميس بكرة مواجهة البنك الاهلي باذن الله في ملعب استاد القاهرة الدولي، بالتوفيق باذن الله للاتحاد السكندري سيد البلد ويعود بالثلاث نقاط للاسكندرية. احمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي بيختار قائمه اللاعبين اللي هتسافر القاهره لمواجهه نادي طلائع الجيش على ملعب استاد الجهاز الرياضه العسكري. قائمه الاسماعيلي باذن الله هتكون في حراسه المرمى محمد فوزي ومحمد كوكو والحارس الشاب عبد الله جمال، واللاعبون محمد دسوقي، عصام صبحي، ياو انور، محمد هاشم، باهر المحمدي، فراس شواط، كريم عرفات، محمد الشامي، عمر الساعي، احمد عبد الوهاب، محمد نصر، حسن صابر، احمد بدبولي، عمر الوحش، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، عماد حمدي، محمد حسن، محمد بيومي، ومحمد مخلوف. تم استبعاد محمود شبراوي من قائمة هذه المباراة بسبب اصابته بالتهابات في الحوض. القائمة مليئة باللاعبين الناشئين واتوقع باذن الله تواجد بعضهم في المباراة القادمة. تشكيل النادي الاسماعيلي هيكون في حراسة المرمى محمد فوزي اللي هيعود من جديد لحراسة مرمى الفريق، في الدفاع محمد هاشم وباهر المحمدي، في اليمين كريم عرفات، وفي الشمال احمد عبد الوهاب، في النص محمد حسن وعماد حمدي وعمر الوحش، في اليمين ياو انور، وفي الشمال محمد الشامي، وفي المقدمة كمهاجم صريح فراس شواط اللي بالمناسبة ميدو اقنعه انه يسحب الشكوى اللي كان فراس شواط عاملها ضد النادي الاسماعيلي علشان مستحقاته المتأخرة، ودي ضمن الاشياء الجيدة اللي بيقوم بيها احمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي مع اللاعبين وفي جميع الجهات. بصراحة الجهاز الفني بالتأكيد استبعد الخماسي اللي كان استبعده من التدريب مع الفريق الأساسي، الخماسي طبعا صالح جمعة وباسم مرسي، حمدي النقاز، أحمد محسن، والحارس أحمد عادل عبد المنعم. نجم الفريق السابق المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف نجم نادي بيراميدز الحالي نشر عبر انستجرام رسالة شكر وتقدير لجماهير النادي الإسماعيلي، وقال لجماهير النادي الإسماعيلي إن هو خلاص هيسحب الشكوى بتاعته، قبل الراجل مشكورا ان هو ياخد الغرامه بتاعته على دفعتين وكمان بالمصري مش هياخد بالدولار، وقال ان هو حاول التواصل كثيرا مع مسؤولي النادي الاسماعيلي قبل كده بلا فائده، وده اللي اضطره في النهايه ان هو يرفع قضيه على النادي الاسماعيلي في فيفا وياخد حكم بصالحه بايقاف القيد عن النادي الاسماعيلي حتى دفع المبلغ. واكد فخر الدين بن يوسف انه بيتمنى كل خير للنادي الاسماعيلي وانه مش هينسى النادي الاسماعيلي ان هو اللي رجعه من جديد لمنتخب تونس ورجعه للفورمه وخلاه دلوقتي في واحد من اكبر الانديه المصريه. للاسف هو بيقول حقيقه، خلونا دلوقتي ما علينا يعني نتقبل هذا الموضوع ولو مؤقتا. شكرا جزيلا فخر الدين بن يوسف.
عبر حسابه على فيسبوك احمد محسن الظهير الايسر للنادي الاسماعيلي المستبعد من المشاركه في تدريبات الفريق الاساسيه بامر من احمد حسام ميدو. نشر بوست غريب جدا على فيسبوك، كتب ايه؟ خمن كل شيء الان، مان سيتي في مواجهه توتنهام هوتسبر يوم 19 يناير، واحصل على $130 مكافاه عند الايداع الاول، استخدم الرمز الترويجي الخاص بي احمد 12 عند التسجيل، وحاطط رابط للمكافأة وفي صورة كمان محطوطة ضمن البوست بتاعه مانشستر سيتي فيرسس توتنهام هوتسبير، وحاطط البرومو كود بتاعه احمد 12 وكاتب ان البونس $130 ومكتوب طبعا اسم الموقع المشبوه حديث الرياضيين حاليا وحديث الاعلاميين لكن على استحياء، لان الامر ده خطير جدا 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 جدا، دخول مواقع المراهنات للدوري المصري. بالصدفة احمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي قبل ما يمسك النادي الاسماعيلي كان اتكلم في هذا الموضوع، وقال ان في لعيبة في الدرجة الثالثة، تخيلوا الموقع ده واصل للمراهنات في الممتاز، في الدرجات الادنى كان بيتكلم ان في مدير فني اكتشف ان في لاعبين عنده بيشاركوا في هذا الموقع وان هم بيظبطوا النتائج وحاجات كده، قصص فساد غريبة غير مألوفة عندنا في الدوري المصري. طبعا بالتأكيد انا ما اقدرش اتهم اي حد باي حاجة، لكن في الظروف اللي زي دي احنا بنقول ان احنا نبعد عن الشبهات. وبالمناسبة فيفا والاتحاد الانجليزي مشددين جدا على موضوع مشاركة اللاعبين في المراهنات ده، لو تم اكتشاف لاعب بيتم وقفه لمدة طويلة. في لاعب انجليزي كان في الدوري الانجليزي اسمه جاي بارتون من حوالي 4 سنين تم ايقافه ليه 18 شهر عشان المشاركة في المراهنات. ايضا دانيال ستورج نجم نادي ليفربول الاسبق ونجم المنتخب الانجليزي الاسبق كان تم تسريب محادثة ما بينه وما بين اخوه على واتساب بيقول فيها ان هو يعني هنظبط هنتقل لنادي معين وانت سرب الموضوع ده عشان المراهنات تزيد. قصة كده غريبة وخطيرة جدا 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 اذا انتشرت في الدوري المصري. لازم برضو نقول الحقيقة كاملة، احمد محسن تحدث مع موقع في الجول واكد ان الموضوع ده تم نشره عنده بالخطأ، واحد بعت له لينك فهو داس عليه لقى البوست اتنشر، كلام غير منطقي بالتأكيد، لكن انا بقول ايه اللي الراجل قاله عن هذه الواقعة. وبغض النظر عن ان الموضوع مقصود ولا لا، يجب على الاتحاد المصري لكرة القدم وضع في لائحة المسابقات بتاعته منع مشاركة اي لاعب في موضوع المراهنات ده. احنا عارفين ايه اللي ممكن يحصل، ما احنا ما نعرفش ايه الجو ازاي الدنيا بتمشي. الامر ده خطير جدا يا جماعة وبيهدد الكرة المصرية يعني بالانهيار التام. كفاية كفاية عدم وجود مواهب عندنا تستحق انها تلعب كرة قدم من الاساس، مش ناقصين ان احنا ندخل كمان في فساد الله اعلم بيبدأ منين وبينتهي منين. اللهم بلغت اللهم فشلت. لو اول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب في القناة، فعل الجرس، اعمل لايك للفيديو. قناتنا بتدعم انديتنا الجماهيرية عصب الكورة المصرية. شكرا ليكم، اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.